عندي المود باش نمشي معاك تالموت تالي مشيتي سلا اللي بين يو دريكي ما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديد الاخوان. اليوم درينا واحد رياكشن على التراك ديال ريم فيتورينغ مع كوزا الاخوان. التراك سميتو دابا انا غندير لكم رياكشن دابا الاخوان. البلان هما فيها الدراري مؤخرا جات كنعمل لكم رياكشن على ريم فيكري هي هادي، ودرت لكم واحد رياكشن اخر الاخوان حتى على نورا فاتحي. ولكن الدراري هاد لي التراكات اللي كنت درت راه فريمون صدموني، فهمتي؟ راه بحال اللي كيرابيو بجوج بهم الاخوان، بحال اللي دخلوا للهيت ديال الراب، فهمتي؟ تخيل دابا روابا اللي كانوا رجال رجعوا كيعدلوا اغاني ديال الحب، فهمتي؟ ديال داكشي ديال التعناب والتخربيق. ولكن اللي كانوا كيغنيو مثلا بحال نورا فتحي ريم فيكري بلانت رجعوا بحال اللي كيرابيو، فهمتي؟ الحشين ديال الهضره بعد تات فيهم كلاشات. المهم الاخوان باش ما نتعطل عليكم غندو هاد الرياكشن هادي. شوف من سبحان الله من البلانت اللي ما كنحملهمش انا فريمون كندوي معاكم نيشان اخوان، من بلانت اللي ما كنحملهمش اللي هما الدراري نصور دابا في الصباح الصردع عباد الله في الصباح. راه عاد تشعل الكاميرا، ولكن ماشي المشكل في الكاميرا، المشكل في هاد اللي دار الاخوان اللي بغات عيني. راه فريمون شمتي كيطلع معاك السخانه، راه كنبدا نعرقها بوحدي وحق الله عالم. باش غنتعطل عليكم الدراري غنديروا الرياكت، غنشوفوا البلان شنو فيه، غنشوفوا التويشيات هادوك اللي دايرين. جو ويلا تيا ايتي ايضا مع الدخلة عباد الله، فهمت؟ حول ولا قوة الا بالله. داك المسطل اللي دار عفو راسو ناري، راه ملي خرج واقيلا داك الكليبات ديال الفراشه وصلوا له الاخوان هو بهاد الراس طاح هذاك. انا جيت نقولها غندوي الدراري قبل ما يبدا التراك. كوزا راه كان شي الايام مثل الدراري في البلان ديال التراب البلدي، شمتي التراب الرومي هو هذاك فيرسيون الاولى فيرسيون الثانيه، فهمتي؟ كانوا تراكات فريمون مهيبين واعره ابار دخل في بيفات واعرين، فهمتي؟ يعني بنادم كان كيتمزق. ولكن كوزا الواحد ما بين روابا اللي قلب الهيت 6 سعود، فهمتي؟ ماشي غير 6 سعود، 6 سعود وتسعين، فهمتي؟ 66 سعود وتسعين لحقاش ما يمكنش. راه طوطو بيدو قلب الريتم، ولكن بنادم لحد الان باقي كيتمزق له وكيقول بلي هذا طبعا راب. ولكن كوزا شفتي ماشي ديال لا رياكشن. دابا انا ما حدي درت الرياكشن الاولى على ريم، تا راه ضروري خصني ندير هاد البلان، فهمتي؟ يعني ضروري دابا خصني ندير رياكشن لحقاش خرجوا واحد الطراك، فهمت؟ بلان استلجأنا هاد المود ديال الموسيقى، ولكن نتمزكوا شويه مع ان ما ندير نخرجوا بداك الفيرسيون ديال الراب. التراك الدراري خصك تكون ماشي انت وصاحبتك، لا كنتي ولد خصك تكون انت ماشي انت وصاحبتك في طوموبيل بحال هكا، فهمتي؟ طلق هاد التراك وشد ليه في يديها حياه رومانسيه. حاول باكيت عليها وجدت الدقه، انا اللي يعطيك اكثر من حقه، هادشي بزاف واخا كنت صابر. ولكن انا كيحشي لا لا ضرر بلاتي نعاود الدرب التراك من الاول باش
تقدري شادي فني تقدري واحد البلاصه عادي كتطلع على البحر كامل. والله حتى الكليب شابجي الكليب انا عجبني 100% بالرجوله، ماشي حيت تصور زعما في تطوان كان مدينتي ولا لا، كليب واه فهمتي. قليل الكليبات اللي كيتصوروا فريمون في تطوان، ولكن الاخوان فهمتي بلايص كاين بلايص بزاف اللي ما كيعرفوهمش زعما روابا ولا مغنيين ولا شحال من واحد. يلا تشاو من دابا. فهمتي هذا التراك ديال الرومانسيه تكون غادي انت وصاحبتك فحال هكا فهمتي طلق لها التراك هذا، التراك هذا تمزك انت وياها فهمتي باش تبان شويه رومانسي باش تبان فهمتي تقول هذا ماشي غير فحال حجره فهمتي. بلا كنصيحه الدراري وصافي فهمتي بلا، مع اني عندي في الشين الاغلبيه ديال لي زابوني دراري، نصيحه لكم الدراري وكطلقوا هذه الاغاني هذا راه كوزا راه كيفيدكم فواحد اللعيبه فهمتي كانكم تكونوا حناني مع الجنس الاخر فهمتي بلا. دابا الدراري كنصحكم واحد النصيحه اللي انا كنت ما علينا الاخوان كان هذا هو الرياكشن عندكم الدراري هذا الفيديو هذا تمنوا تعاونوا ديروا جيم الدراري خليوا داك اللايك فعلوا داك الشهر راس الدراري ان شاء الله باقي لكم الفيديو الثاني ديال النهار هذا، ولكن لحد الان ما عرفوش على بنا غيكون هذا الفيديو هذا الثاني فهمتوا بلا. خليكم دابا كان هذا هو الرياكشن. Ya, sama, khalat, mene,